غير ما كن مشاهدينا، وانا عندي شكوى انه دائما الصبايا بيسبقوني على المطبخ، وهلا اليوم دور لين انها تسبقني على المطبخ. هاي لين. هاي. وهاي وهاي جريس. منيحه؟ كيفكم انتم؟ نحن اليوم جريس ما جاي لحالها، جاي هي والعائله كلها. اهل الكوره اليوم كلهم جاهزين هون ورا الكاميرا وناطرين جريس شو بدها تحضر. يس. شو اللي حنعمل؟ كاروت كيك اليوم. كاروت كيك واليوم الصيامي، هلا قرب الصيام سو هالكيك ما في ابدا بيض، وكل الانجريدينتس صياميه يعني خفيف خفيف كثير وكثير طيب. اوكي، شو المكونات؟ المكونات حنستعملها كبيتين سكر، ملعقتين من القرفه، وملعقه من السبايس الاول سبايس، نص ملعقه ملح، كبية من الأويل فيجيتابل أويل، ثلاث كبيات من الجزر المبروش، كمان الجوز مبروش كبية أو مطحون مزبوط، واثنين طحين، ونص كبية نص ملعقة بيكنج باودر. أوكي جريس، بس سؤال، بين السكر الأبيض والسكر الأسمر ما لهم علاقة بشيء اسمه كالوريز؟ هن نفس الشيء بس إنه مكرر بيكون مزبوط. يس. أوكي حنبلش أول شيء بالسكر، حنزيد القرفة، هالكيك اللي بيحب القرفة كثير طيب لازم القرفة. والملح دايما بنحط ملح، وهلا حزيد الزيت عليهم تقريبا قد ايه؟ كباية زيت او اكثر؟ كباية زيت. كباية. هلا بنخلطهم. هلا ما حد دغري يعمل السكر، سو اتس فاين، يعني مش دغري حي ديزولف. طيب اذا نحن جريس عم نعمل الكيك وهدفنا يمكن ما بدنا نلصقها كثير، فينا نقدر نخفف الزيت ولا ما له علاقه؟ يعني ما له علاقه، يعني مثلا مش كبايه، ممكن نحط نص كبايه؟ لا هي بنفضل كبايه، لانه هلا مثل ما بتشوفوا حيصير شوي مثل ناشف، حنزيد مي. سو الزيت اساسي لحتى يكري مضبوط يكون هيدا. هلا حنزيد الجزر هون. الجزر كيف برشناه جريس؟ على الفود بروسيسور. بالفود بروسيسور او فيكم تبرشوه، بس هو اهين. لا اسرع وبيطلع مرتب اكثر. مزبوط. هلا حتحسوا شوي سميك ال ايه، ما فينا ضروري بال ما فينا بالمعلقه. يلا هلا بنرجع نعملهم بالمعلقه. مزبوط. بس الجزر حتعطيها مثل شوي مثل مي زياده، لانه عشان واضح خرطته. ايه هلا حنزيد، هلا بالايد فينا نبلش نرجع نخلط. حنزيد البيكنج باودر نص ملعقة، والشوز، واثنين كبايات من الطحين. بس دفعة واحدة كلهم، مش كلهم دفعة على مراحل. ما ضروري. لا يمكن نتلي الدنيا من الطحين. يلا انا حزيح. ازيح انا وتليكي. وكمان فينا نزيد شوية مي هلا لأنه تترخى شوي الميكستشر. فينا نرجع نزيد إذا حسيناها بدها بعد. مزبوط اكزاكتلي، فيكم تزيدوا أب تو نص كوباية. نص كوباية مي. يس. Yes. مثل ما بتشوفي صارت شوي سميكة. تمام بيها. بس هو حيضل سميك، يعني الكل اللي بده يجربه بالبيت ما يعطي الهم إذا لا ما يعطي الهم أبدا. بيزيدوا مي. سميك. هلا بنزيد، فيك تزيدي لي شوية مي. It's a good workout للإيد. طبيعي أكيد. فينا كمان نزيد بعد مي مثل ما عم نشوفوا. يعني كيف مثلا إذا بنعرف إنه بزيادة مي؟ يعني هلا بيشوفوا بصير، يعني على صحة السامي فينا يزيدوا يحطوا نص كباية. حيصير هلا بس يمكن لازم نحطها على مراحل أفضل. مزبوط على مراحل. أزبط حيطلع يعني شوي بعده سميك بس أزبط من قبل. أوكي هيك لازم يطلع، هيك لازم يطلع، مش لازم بقى نضيف له مي أكثر. لا أبدا. أوكي لأنه يعني هو جزر كمان بتشقف. أنا ما انتبهت كثير على المكونات، فيهم سينامون أو قرفة؟ أيه فيهم قرفة. أنا بحس دائما الجزر والجوز بيلبق له كثير قرفة. قرفة والتفاح كمان. مزبوط. وحتى الزبيب، في عالم اذا بيحبوا زبيب فيهم يضيفوا زبيب. هلا فينا نضيف زبيب نستغني عن الجوز؟ يعني لا فيكم تحطوا جوز وزبيب. اوكي ثانك يو. اوكي
بعدين هلا بنكون هون، هلا خلص الكيك هيك. أوكي. هيك بده يطلع، بنحطه بنكون معايدين الغاز على 180 وبنحطه ل 45 دقيقه بده. وكمان انا عملت تكون هلا تدوقه. ايه لما عم نفكر كيف بدنا ندوق، ما عم تكون محضرت لنا قبل، ما حيطلع كثير مرفخ، هو هيك بيطلع يعني، ما يخافوا انه اذا ما نفخ الكيك بيعتبروا انه ما زبط معهم. يس. بس نحن اكيدين انه الطعمه اكيد كثير طيبه، اكيد ولين اول طعمه اكيد كثير طيبه. انا حدوق يلا، والاهم انه نحن دائما بنركز انه خفيف، انه طعمي غيرنا. ايه انه طعمي غيرنا. هلا ببعث لك قطعه ماليا يعني. هلا بعتقد مفروض اكيد انا حدوق الكيك جريس، ما في شك انه هو كثير طيب، ولكن كمان بالمقابل اللي دائما بحب يحافظ على صحته وعلى وزنه، وكمان مفروض يعمل رياضه. اكيد اذا كان عم يعمل رياضه السكواش، انت بتحبيها؟ ما كثير بعملها، بس انه it's a very good sport. It's a very good sport. معنى مصنفة من بين يعني اكثر الرياضيات صحيه. That's good. فبما انه هلا بدنا ناكل الكاروت كيك، بدنا من بعد الكاروت كيك نعمل سبور مع بطل بالسكواش واستاذ بالسكواش جورج خليل. بنستقبله سوا. اهلا وسهلا فيكم.